ليبيا. إسلامنا هداية وقاية منا، إسلامنا حديقة مليئة الأزهار، يجيب كل سائل ومستفت حيور، من الظلام يهتدي إلى التقى والنور. الحمد لله، الحمد لله، حمد الطيبين الشاكرين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مشاهدينا ومستمعينا الأفاضل، الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في هذه الساعة من برنامج الإسلام والحياة، والذي نستضيف فيه في مثل هذا اليوم ومثل هذه الساعة صاحب الفضيلة الشيخ سامي ابن مصطفى السعدي حفظه الله تعالى وبارك الله في علمه وعمله وعمره. وقبل أن نبدأ مع فضيلته نذكر بأرقامنا الهاتف إن شاء الله تعالى، والتي تأتيكم تباعا أسفل الشاشة إن شاء الله تعالى، وهي كالتالي 021-33-47-401، الرقم الثاني 021-33-47-402، والرقم الأخير 021-33-47-403. ننتظر إن شاء الله اتصالاتكم وأسئلتكم بعد مضي 25 دقيقة من بداية البرنامج. نرحب معا بصاحب الفضيلة الشيخ سامي بن مصطفى السعدي. شيخنا حياكم الله، شيخنا مرحبا بكم. أهلا وسهلا شيخ عبد الباسط، حياكم الله وحيا الله المشاهدين والمتابعين. الله يحفظكم شيخنا بارك فيكم. شيخنا بارك الله فيكم، يعني لا شك أنت متابع، والمتابع الأول بارك الله فيكم على ما حدث بالأمس، وكذلك أول أمس أو قبله في بوغرين، وكذلك انتصارات للمنطقة الغربية أمس، ما شاء الله ثوارنا الأكارم والأفاضل ما شاء الله عليهم الأبطال، يعني لما دخلوا إلى سرمان وسبراتا والعجلات، يعني في غضون ممكن 7 ساعات، هذا فضل من الله وحده ومني وكرمه. كان الانتصار الكبير العريض على حفتر وحزبه ومن والاه. شيخنا نريد كلمة بهذا النصر وكيف نحافظ عليه، ووصية لثوارنا في الجبهات، وكذلك يعني ما شاء الله انتصارات الأبطال بالأمس، جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذريته من المؤمنين وإخوانه إلى يوم الدين. آمين. أما بعد، فاللهم لك الحمد على هذه النعم، ولك الحمد على نصرك الذي وعدت به عبادك المؤمنين، اللهم لك الحمد حتى ترضى. أولاً نهني أنفسنا ونهني إخواننا المتعطشين لإقامة العدل ولدفع الظلم ومحاربته وكف العدوان على المظلومين والمهجرين والأسر والأبرياء، نهني هؤلاء جميعا بهذا النصر. نهني إخواننا الذين عادوا إلى مناطقهم بعد أن هجروا منها وأخرجوا من ديارهم بغير حق. وأولا لابد أن نعترف لصاحب الفضل الأول الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل في سائر النعم ينسبها إلى نفسه سبحانه وتعالى، فقال الله عز وجل في موضعين من كتابه: وما النصر إلا من عند الله، قال الله سبحانه وتعالى عن النعم: وما بكم من نعمة فمن الله، وأما ما يخص النصر فهو نعمة من نعم الله تبارك وتعالى، نسبه الله عز وجل إلى نفسه تحذيرا وتنبيها لأن يغتر الإنسان بقوته ويقول: أنا الذي صنعت النصر، وأنا الذي فعلت، وأنا الذي فعلت. قال الله عز وجل في سورة آل عمران وفي سورة الأنفال: وما النصر إلا من عند الله. ولهذا أضاف الله سبحانه وتعالى النصر إلى نفسه في سورة النصر: إذا جاء نصر الله والفتح. النصر نصر الله، لا نصر فلان ولا نصر علان في الحقيقة. الله سبحانه وتعالى قال مخاطبا النبي صلى الله عليه وسلم: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى،
وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا. فالشكر قيد النعم، ولئن شكرنا الله سبحانه وتعالى لقد وعد الله تبارك وتعالى عباده الشاكرين أن يزيدهم من فضله، فعلينا أن نعترف بالفضل لصاحب الفضل سبحانه وتعالى ونشكره على هذه النعم، نشكره بالقول وباللسان، ونشكره بالعمل، ونشكره بالطاعة، ونشكره بالتوبة، ونشكره بعدم الظلم. نحن يعني أيدنا هذه المعركة ودعمناها ووقفنا معها لأننا نعتقد أنها في صف العدل وضد الظلم وضد الاعتداء، فلا يسوغ ولا يجوز ولا يحسن بنا أن نمارس الظلم إذا تمكننا. ولهذا يجب أولا في موضوع التواضع وموضوع نسبة الفضل إلى الله تبارك وتعالى، عندما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة فاتحا منتصرا كما تروي كتب السيرة، دخل مطأطئا رأسه الشريف وهو على ناقته حتى تكاد لحيته تمس الراحلة أو تمس الناقة، تواضعا لله تبارك وتعالى واعترافا بالفضل لصاحب الفضل سبحانه وتعالى. ودائما نذكر أنفسنا ونذكر إخواننا ألا نخلط بين أخلاق الإسلام وواجباته، فللحزم والشدة والحسم والقوة والبطش مكانه، وهو في القتال المشروع، الحرب المشروعة العادلة التي تكف يد الباغي والظالم عن المظلومين. ولا يحسن هنا أن نستحضر معاني الرحمة واللين والرأفة واللطف، لأن هذا ليس مكانه. أما مع الأبرياء، مع الذين لم يدعموا الظلم، مع المظلومين، مع الذين لم يشاركوا في أي نوع من أنواع الظلم، علينا أن نستحضر معاني الرحمة ومعاني العدل ومعاني عدم الاعتداء. الله سبحانه وتعالى قال: يا أيها النبي أجاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. نعم. ويجب أنه كما ذكرنا شيخ عبد الباسط ربما في الحلقة السابقة أو في حلقة من الحلقات السابقة، يعني لابد ونحن نتعامل مع الظالم والمتجبر والمستكبر أن نستحضر الرحمة في جانب المظلوم. يعني نحن إذا تساهلنا مع الظالم وتركناه يفعل ما يشاء بحجة المصالحة التي في غير موضعها وبحجة الرحمة وبحجة الأخوة، فإننا نهدر حق المظلوم وهو أولى بالرعاية، لأنه كما قال علماؤنا: الظالم أحق بالحمل عليه. الظالم هذا لا يلوم إلا نفسه، لكن لابد أن نستحضر رحمة المظلوم. المظلوم يستغيث والمظلوم يطالب بكف الأذى عنه، ولا من مجيب، لا مما يسمى بالمجتمع الدولي ولا بغيره، إلا أصحاب السواعد الغيورة الذين يدفعون الظلم عن المظلومين. هذه هي الرحمة الحقيقية، الرحمة الحقيقية بالمجتمع أن تحسم، أن تقطع يد المفسد والباغي والمعتدي والظالم. وكما قلنا نذكر بعدم الظلم بالنسبة للأبرياء وبالنسبة للمستضعفين. نعم، لا بأس، انقطع إذا الاتصال بالشيخ إن شاء الله تعالى حتى إصلاح الأصول بحول الله وقوته. نعم، تفضل شيخنا، تفضل، انقطع الاتصال قليلا، تفضل شيخنا. نعم، فلا بد أن نستحضر هذه المعاني ونقتدي برسولنا صلى الله عليه وسلم، ونجدد العهد مع الله عز وجل بالتوبة وبالطاعة وبالشكر وبالتحدث بهذه النعمة. يعني الحديث عن النصر والفرح به هذا ليس بمذموم أبدا، من باب التحدث بنعمة الله تبارك وتعالى لنشكره عليها، ونتذكر أنه لولا فضل الله عز وجل كادت هذه الجهود وهذه الانتصارات منذ بدء هذه الثورة، ثورة التكبير المباركة، كادت أن تضيع بسبب خيانة الخونة وبسبب تفكك الصف وبسبب كثير من المخالفات والتقصير والتفريط الذي في صفنا. ولكن الله سبحانه وتعالى برحمته يسوق النصر تلو النصر ويسوق الفضل تلو الفضل، فعلينا أن نشكر الله عز وجل وأن نجدد العهد معه بالتوبة وبإصلاح الخلل وبإصلاح ذات البين في صف أهل الحق وفي صف أنصار هذه الثورة المباركة. نعم. شيخنا بارك الله فيك، في نفس الوقت شيخنا نريد منك كذلك رسالة قبل أن نبدأ في موضوع آخر، يعني رسالة لأتباع حفتر والذين ساندوه
وقفوا معه. يعني نتمنى شيخ إيصال رسالة لهم الآن، يعني انظر إلى أحوالهم وهم يفرون من المعركة وهم خائفون، وكانوا سبحان الله رب العالمين وقفوا مع الظلم ومع الظالم. شيخنا رسالة لهم لعلهم يرجعون، ونحن والله على يقين كنا بيوم النصر إن شاء الله تعالى، لأن هناك ظلم وقع على كل الناس. رسالة شيخنا لهم يعني كلمة. بارك الله فيك. هذه الرسالة يعني القولية هي مكررة ولا بأس بها، ولا بأس من التذكير بها المرة تلو المرة. ولكن أولا نقول إن يعني إن لم ينفع القول فالفعل قد يكون أبلغ. الآن هم رأوا بأنفسهم جزاء ما كسبت أيديهم، ونالوا ما يستحقون من جزاء، جزاء عادل وليس بظالم، جزاء حاسم وحازم يقف مع المظلوم ضد الظالم. ولكن من رجع قبل أن يأتيه أجله فهذا خير له في الدنيا وفي الآخرة، والأهم هو موضوع الآخرة، لأن عذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. نحن نذكرهم بالتوبة إلى الله تبارك وتعالى، ونقول أيضا كما قلنا سابقا إن هذه المظالم التي يرتكبها حفتر وأعوانه أصبحت واضحة وضوح الشمس في رابعة النهار. ولهذا يعني سمعنا ورأينا كثيرا من أهل برقة أيضا يتبرؤون، من استطاع أن يتكلم أو كان آمنا على نفسه أو استطاع أن يترك تلك القرية الظالم المتسلط عليه الظالمون المتسلطون عليها، من استطاع أن يأمن على نفسه وخرج سمعنا كلامهم وهم يتبرؤون من هذا الهجوم الظالم على طرابلس. ورغم أنهم كانوا يؤيدون حفتر ويؤيدون ما سمي زورا وبهتانا بعملية الكرامة، لكنهم يعني عندما رأوا هذا الظلم الواضح الفاضح تبرؤوا منه وعارضوه. وهناك من غيب وخطف ولا يعلم مصيره إلى هذه اللحظة لأن الأمر أصبح واضحا. فنحن نكرر التذكير لهم أن يرجعوا إلى الحق، وأن يرجعوا كما قلنا أضعف الإيمان، وأقل شيء أنهم يعني يلتزمون الحياد، فضلا عن أنه من الواجب عليهم إذا تبين لهم صاحب الحق الذي يدافع عن الحق ويدافع عن حقوقه ويدفع عن نفسه الظلم، عليهم أن يقفوا مع المظلوم في وجه الظالم أيا كان. ولكن أضعف الإيمان أنهم لا يلوثوا أيديهم بهذا الظلم وبهذه الدماء التي تسفك ظلما وعدوانا في طرابلس وفي سائر المدن، خاصة الآن في المنطقة الغربية. نعم شيخنا بارك الله فيك. مازال نفس الموضوع، رأيناهم يعني بعض الصوتيات، الرسائل الصوتية، بعض من فر من سرمان وصبرات وغير ذلك يتكلم أن هذه معركة وأن خسارة يشبهها بغزوة أحد وأننا خسر النبي صلى الله عليه وسلم في أحد فلان وفلان وفلان، فيجب أن نصبر وهذا امتحان. يعني شيخنا هل يتصور منهم أنهم يعتقدون أنه مثل أحد وبدر؟ يعني والله يعني القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يا شيخ عبد الباسط، وهناك من تعمى عينه عن رؤية الشمس، قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد وينكر الفم طعم الماء من سقم. أحيانا الإنسان ينكر الواضحات ويزورها إما خبثا ومكرا مع معرفته بالحق، وإما أن الله سبحانه وتعالى أعمى بصيرته، لأن العين المريضة لا تستطيع أن تنظر إلى أشعة الشمس، والمريض إذا مرض ببعض الأنواع من الأسقام والأمراض يتغير طعم الماء في فمه، والحلو يصبح مرا في حلقه، هذا لأن فيه خللا في بدنه وفي أجهزة جسمه فيه خلل. كذلك القلب والعقل والفطرة قد تفسد بكثرة المخالفات وبكثرة المعاصي، فإنه يرى الحق باطلا والباطل حقا. ولا ننسى هنا دور الشيطان، شيطان الإنس وشيطان الجن، يعني من أهم وظائف ومن أخطر وظائف الشيطان لعنه الله هو أن يقلب الباطل حقا. قال الله تعالى في غير موضع من كتابه: وزين لهم الشيطان أعمالهم، زين لهم سوء أعمالهم. من الذي يزين؟ الشيطان يزين القبيح حتى يرى الإنسان القبح جمالا ويرى الانحراف استقامة. لهذا الذي قتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه
قتله وهو يظن أنه يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، هذا ليس لا. بمعذور، لأنه هو الذي يعني مزج شبهات من الأدلة، مزجها بأهواء النفس، ولهذا علماؤنا لا يعذرون أصحاب الفرق المنحرفة كالخوارج والمرجئة والجهمية لا يعذرونهم، لأنهم لم ينطلقوا من أصول صحيحة. لو انطلق الإنسان من أصول صحيحة وأتى الأمر من بابه ورجع إلى أهل العلم الثقات وبحث عن الحق جهده وتجرد من الهوى، بعد ذلك إذا أخطأ فهذا نقول لا مؤاخذة عليه، ولكن لا. إذا كان قد خلط الأمر بهوى النفس أو بحب الظهور أو بحب الشهرة أو بالانتفاع المادي على حساب دماء المظلومين وأموالهم، فهذا لا يعذر، هذا يكون من أصحاب الأهواء المتوعدين بالنار يوم القيامة والعياذ بالله. ولكن يعني كما قلنا، هذا الخارجي المجرم الذي قتل علي بن أبي طالب كان يقتله متقربا إلى الله، وقال الأبيات المعروفة: يا ضربة من تقي ما أراد بها، يمدحه صاحبه الشاعر الخارجي عمران بن حطان فيقول: يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا، أي رضوان، وهو يقتل يعني رجلا من المبشرين بالجنة من السابقين، بل هو أول يعني غلام أسلم يعني في بداية الإسلام وهو علي بن أبي طالب رضي الله عنه. يصل الأمر بالضلال والانحراف والطمس على البصيرة أن الإنسان يقتله وهو يعتقد أو يظن أنه يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فهذه التلبيسات يعني لا تنطلي على أصحاب الفطر السليمة، حتى الذي لم يؤتى يعني كبير علم بالأمور الشرعية هو يعني بفطرته السليمة وببصيرته النقية يوقن أن هذه المظالم لا يمكن أن تأتي بها الشريعة ولا يمكن أن تشرعنا هذا الغدر وهذا القتل، يعني الذي لا يفرق بين مدني وعسكري، بين رجل وامرأة، بين طفل وكبير وصغير. هذا يذكرنا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي بذي عهد ولا يفي لذي عهد بعهده فليس مني ولست منه. هذا حديث صحيح يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم. يا شيخ، حديث هذا كانني أول مرة أسمع به، حديث رهيب والله، لعلهم يسمعون، نسأل الله السلامة والعافية. شيخنا بارك الله فيكم على هذا الكلام الطيب. شيخنا، إحنا الآن مقبلين على رمضان وتكثر الأسئلة حول يعني في هذه الأيام خاصة، والناس يسألون خاصة النساء وبعض الرجال اللي كانت عندهم أعذار تكثر الأسئلة، لكن قبل أن نبدأ هذا الموضوع نريد منكم يا شيخنا، وفي زمن الوباء هذا كيف نستقبل رمضان ونحن في زمن غير عادي؟ جزاكم الله خيرا، تفضل شيخنا. بارك الله فيك. نهنئ أنفسنا ونهنئ أهلنا في ليبيا وفي سائر بلاد الإسلام، الأمة الإسلامية جميعا، بهذا الشهر المبارك الذي اقترب وأطل علينا، هذا الشهر المبارك الذي يعتق الله عز وجل فيه من النار عباده ويضاعف الحسنات، هذا الشهر الذي تفتح فيه أبواب الجنان وتغلق فيه أبواب النيران، هذا الشهر الذي هو من نعم الله تبارك وتعالى على هذه الأمة، حتى لو أن المسلم لو عرف فضل هذا الشهر وكرم الله سبحانه وتعالى فيه لتمنى أن يكون العام كله رمضان لكثرة ما تنزل فيه من رحمات الله تبارك وتعالى ونفحاته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا رمضان وأن يجعلنا فيه من المعتقين من النار. ولا شك أن هذا الوباء الذي ابتلي به الناس في سائر البلاد وفي بلادنا، وإن كان ولله الحمد في بلادنا ما زال يعتبر يعني محدودا جدا، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى، ولعله من رحمة الله عز وجل أنه لا يجمع على أهلنا يعني هذه الابتلاءات الكثيرة، لأن الله عز وجل يبتلي خلقه بالسراء والضراء. فهذا الشهر علينا أن نستقبله كما يليق به، سواء كان هناك وباء أو لم يكن هناك وباء، بل ربما هذا الوباء حفظنا الله وإياكم وسائر من
يستمع إلينا ويتابعنا، هذا الوباء ربما يحملنا إلى زيادة التضرع إلى الله تبارك وتعالى في المناسبات، في مناسبات التضرع، ومنها هذا الشهر الكريم في عند الإفطار للصائم عند فطره دعوة لا ترد. الله أكبر. يعني هذه اللحظة التي يشعر فيها الإنسان بضعفه، يشعر فيها بالجوع والعطش، ويوقن عمليا، يوقن أنه لو حجب عنه الطعام والشراب يعني بضع ليالي لكان في عداد الموتى، يشعر بضعفه وبافتقاره، ويشعر بنعمة الله عز وجل عليه بهذا الرزق وباستمتاعه وهو يفطر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة بصومه عند لقاء ربه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالإنسان في لحظة الإفطار يشعر بافتقاره إلى الله سبحانه وتعالى وبضعفه البدني والحسي والمعنوي، ويشعر بنعمة الله عز وجل عليه وهو يستمتع بالطعام والشراب وبكسر ثورة هذا الجوع والعطش. فهو يعني من المواطن التي يكون فيها العبد قريبا من الله سبحانه وتعالى، ويتذكر هذا الوباء ويستحضر أنه يعني إنما هو ابتلاء من الله سبحانه وتعالى ليتضرع إليه العباد. قال الله عز وجل فلو في عن أقوام ذمهم، ولا ينبغي للمؤمن أن يتشبه بهم أو أن يكون مثلهم. قال الله عز وجل فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فشهر رمضان ومع هذا الوباء أيضا عافانا الله وإياكم هو يعني فرصة للتضرع ولزيادة التضرع في الأوقات التي المحببة إلى الله تبارك وتعالى، والأوقات التي يظن فيها إجابة الدعاء أكثر من غيرها. فعلينا أن نستغل هذه الأوقات في التضرع إلى الله سبحانه وتعالى، وفي التعامل مع هذا الوباء أنه قدر من قدر الله، ابتلاء ليرى الله سبحانه وتعالى من يرجع إليه، من يجدد التوبة، من يكثر التضرع، من يستحضر قدرة الله سبحانه وتعالى وأنه قهر عباده بالموت. هذا الوباء الآن أرسله الله سبحانه وتعالى لا شك في ذلك، لا 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 يحتجب منه زعيم ولا رئيس ولا وزير ولا قوي ولا ضعيف ولا كبير ولا صغير، إنما هو قدر الله سبحانه وتعالى. فالإنسان يستحضر في رمضان وفي غيره، ولكن في رمضان يكون الأمر أكثر مناسبة وأكثر لاستحضار قدرة الله تبارك وتعالى. ثم إن الإنسان يجدد إيمانه بالقدر ويستحضر أنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. إذا وصل الإنسان إلى اليقين الحقيقي بالإيمان بالقدر، والله لن يخاف لا من وباء ولا من عدو ولا من، كيف يخاف وهو قد أيقن ووصل إلى عين اليقين أن أجله آت في وقته، لا يتقدم ثانية ولا يتأخر ثانية. فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فكيف يخاف الإنسان؟ لماذا يموت الإنسان مرات ومرات قبل الموت؟ ولهذا قالوا في الحكمة، وهي حكمة لطيفة جدا، الموت في نفسه ليس مشكلة، هي المشكلة في الخوف من الموت. الإنسان يبقى ربما الله أعلم أجله، هل هو بعد ساعة أو بعد 70 سنة، ولكنه من الآن يفكر أنه ربما يموت اليوم، ربما يموت غدا. هذا إن كان للإعداد لما بعد الموت فهو محمود ومطلوب، ولكن هذا الفزع من لحظة الموت يقتل الإنسان نفسه مرات ومرات، يعني بسبب هذا الخوف غير المبرر بالنسبة لإنسان مؤمن بالقدر. لماذا يخاف على الرزق الآن؟ والله هذا الوباء أضر بمصالح الناس. نعم صحيح، والرزق لا، الرزق قد تضمن الله سبحانه وتعالى برزق عباده، رزقك سيصل إليك. بل ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يعني إن الرزق يطلب العبد أكثر مما يطلبه أجله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فرزقك نعم أنت تسعى تأخذ بهذه الأسباب وتضرب في الأرض وتسعى على العيال، وكله إذا حسنت فيه النية مأجور عليه صاحبه، ولكن أن الإنسان يصبح مهموما بالراتب ومهموما بالرزق
ويؤثر هذا على معنوياته وعلى إيمانياته وعلى علاقته بربه أو علاقته بخلقه بخلق الله تبارك وتعالى بإخوانه بأهل بيته، هذا لا يحسن من المؤمن. مؤمن يقول آمنت بالقدر خيره وشره من الله تعالى، آمنت أنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فيعني هذا لا يحسن بالمؤمن. فعلينا أن نستحضر هذه المعاني ونحن على أبواب هذا الشهر المبارك، فإن هذا الشهر أولى بأن يجدد فيه الإنسان إيمانه من سائر الأيام والشهور في سائر العام. أتلاحظكم شيخنا نستخدم بعض المكالمات لو تكرمت شيخنا. عذرا الأخ صالح من العربان مازال موجود والله. السلام عليكم. تفضل أخي صالح. نعم. السلام عليكم. أهلا وسهلا. من الأخ الكريم؟ في الحاكم في أموركم. أهلا وسهلا. تفضل صالح. يا شيخ عندي سؤال قلت لك. إيه. لا السوت اللي تصيب الإنسان في الأسنان فيها أجر ولا ما فيهاش؟ سؤالنا الأول هذا. شنو هو؟ السوسة في الأسنان. إيه. فيها أجر ولا ما فيهاش؟ فيها أجر. السوسة في تصيب السوسة يبدأ من بعد ثلاثة فيها أجر ولا؟ بس طيب. السؤال الثاني اللي فيها آية. إيه. هاي نازل في الصحابة رجال صدقوا معاهد الله عليه. إيه. يستدلوا بها جماعة القذافي، جماعة السيسي، جماعة السعودية، جماعة كلهم يستدلوا بها وهي نازلة في الصحابة، شو حكمها؟ جميل والله. هذا كنا نتكلم فيه مع الشيخ. حافظوا على النصر والعدل، حافظوا على النصر والعدل. بارك الله فيك يا صالح، بارك الله فيك. نعم. عيسى تفضل. عيسى انتبه. عيسى تفضل يا عيسى. الو تفضل اخي عيسى تفضل. حالك؟ اهلا وسهلا تفضل يا عيسى. بنسألك يا شيخ تسمع فيي يا شيخ؟ نعم تفضل يا عيسى. بنقول لك حد فات ايامات في رمضان لكنه إيه؟ عارف كم يوم فات في رمضان بلاش بيقضي يوم اذا كان هو يعني افطر متعمد يعني يا عيسى انقطع الاتصال بعيسى بنت الجبل تفضلي يا اختي اهلا بنت الجبل تفضلي اختي مرحبا بك السلام عليكم مساكم الله بالخير ومشكورين وطال الله عمركم بس حبيت اني مبارك بالانتصار ونترحم على ارواح الشهداء ونقول لي تمام يعني شدوا العزم وخليكم معنا وضياء بالايمان وما تحسبوا حد يعني لو انكم قبضتوا على اسير عاملوه معامله حسنه لان احنا ليس قسمت لنا مثل ما قال الشيخ عمر وما نردوش على حد بما عمل بينا ومشكورين وبارك الله فيكم بارك الله فيك يا بنت الجبل هذا الله من النصر دعاءك ان شاء الله بارك الله فيك ان شاء الله شكرا عبد السلام تفضل يا عبد السلام من غريان تفضل السلام عليكم خير شيخ وعليكم السلام مرحبا يا اخوي عبد السلام السؤال الاول للشيخ نعم تفضل هل تفصيل ميت شرط وشروط صحه صلاه الجنازه تفصيل ميت واضح السؤال ايه واضح هل تفصيل بس وهل تجوز صلاة على الميت دون تفصيل أو تيمم؟ لا هل تجوز الصلاة على شخص ميت إيه؟ دون تفصيل أو تيمم؟ تفصيل أو تيمم سؤال ثاني يا شيخ ليش يا شخص عنده سيارة ليش عقل شيخ شخص عنده سيارة شاحنة إيه؟ شخص عنده سيارة شاحنة يوجرها ليش تغير يوجر فيها يعني هل يزكي له أو لا هل تم السيارة زكي هل تم السيارة ولا لا؟ إيه الشاحنة السيارة نفسها. إيه على السيارة نفسها. السؤال الثالث يا شيخ ولا شيء. تفضل يا شيخ. السؤال الثالث اللي تذكر لي بالحديث اللي يقوله وما ما ضاعت الفاحشة في قوم. نعم. عيسى من سبعة تفضل. مرحبا يا شيخ قلت لك علي ايامات في رمضان بنقضيها لكن ماني عارف يومين ثلاثه هل اصيم يومين الثلاثه ام اصيم يعني بيفتني للشيخ
إيه أنت صمت فطرت متعمد ولا مريض يعني لطرف لطاري لشيء؟ لا ما أنت علاش فطرت في رمضان؟ علاش فطرت متعمد؟ لا أنا مش متعمد على سفري. به طيب تمام على سفر. لكن ماني عارف كم يوم علي بالضبط، ثلاثة أربعة مانيش عارف. مش عارف يعني؟ مش عارف كم يوم، ثلاثة أربعة خمسة الله أعلم. تمام ما تسمعه بإذن الله، تسمع إجابة الشيخ بارك الله فيك. إذن إن شاء الله هذا آخر سؤال الأخ عبد السلام، شكرا يا أخي بارك الله فيكم. شيخنا بارك الله فيك، نأتي الأسئلة. شيخ سامي، شيخ سامي. نعم نعم شيخ سامي. نأتي الأسئلة إن شاء الله شيخنا بارك الله فيكم، إذا كان في وقت نعود إلى الأسئلة العشرة الحلقة. الأخ صالح الشيخ يقول السوسة اللي في السن فيها أجر، الألم متاعها في أجر؟ نعم، هذا الألم، أي ألم يصيب الإنسان سواء كان ألما في البدن في الجسد أو ألم حتى الهم والغم والحزن، هذا يكفر الله سبحانه وتعالى به يعني سيئات الإنسان، وإذا صبر فذلك زيادة في الأجر، يعني حتى نفس الألم هذا الإنسان ينتفع به في الآخرة. صحيح هو يتضرر به في الدنيا يتألم، لكنه سيجد نفعه في الآخرة بتكفير الذنوب، وإذا صبر كان ذلك زيادة له في الخير والأجر، سواء كان ألم في الأسنان أو ألم في أي جزء من البدن، بل حتى الألم النفسي والمعنوي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني ما يصيب الإنسان يعني حتى قال من هم ولا غم، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه وحطت عنه ذنوبه كما تحط الشجرة ورقها، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى. ولهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك أناسا بلغوا يعني مراتب عليا لم يكتفوا فقط بالصبر، يعني لم يقنعوا بأن يكونوا صابرين فقط على الابتلاءات في البدن وفي الهموم والأحزان، ولكنهم قال النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت ذلك عنه: وإن أحدهم لا يفرح بالبلاء كما يفرح أحدكم بالنعمة، لأنه يمزج هذا البلاء وهذا الألم في الدنيا يمزجه باستحضار الثواب والأجر يوم القيامة، يصبح وكأنه يستمتع بهذا الألم يعني عند استحضاره للأجر الذي ينتظره عند الله تبارك وتعالى. فالإنسان المهم أنه لا يجزع، لا يتلفظ بتلك الألفاظ التي يتلفظ بها ضعاف الإيمان: لماذا فعل الله بي هذا، على وجه التسخط أو على وجه الاعتراض على القدر، هذا لا يصح من المؤمن. ولكن الإنسان يصبر على الأقل، أقل الشيء أنه يصبر ويؤجر إن شاء الله، وإذا بلغ منزلة الرضا بالمصيبة هذا أعظم، ولكن هذا يعني فضل الله يؤتيه من يشاء، والله تعالى أعلم. طيب شيخنا بارك الله فيك، وأنا نبي منك تعليق، وأنت ذكرت في بداية الحلقة أعجبني الأخ صالح يقول كلمة السورة الآية القرآنية: رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه. قال استدل به السيسي وجماعته وآل سعود وجماعتهم وحفتر وجماعته، يعني كيف يا شيخ؟ ألم تنزل هذه في الصحابة رضي الله عنهم؟ نعم نزلت في الصحابة، وكل من تشبه بالصحابة فله حظ من هذه الآية بدون شك يعني. ولكن هل يعاهد المؤمن ربه على الظلم؟ هل يصح أن يعاهد الإنسان الله تبارك وتعالى على سفك الدماء؟ هل يعاهد الإنسان ربه تبارك وتعالى على الغدر بالعهود، على يعني على عفوا على طلب المنصب أو طلب المال وثمنه يكون هو سفك الدماء وهدم البيوت وقتل النساء والأطفال؟ هذا لا يقبل ولا يصح، وإنزال الآية على هذا من تحريف الكلمة عن مواضعه. يعني نزلت في الصحابة، على ماذا عاهد الصحابة الله تبارك وتعالى؟ عاهدوا على القتال المشروع، على الصبر، على الثبات، على نصرة المظلوم، وهكذا يعني. أما أن كل إنسان يعني يجذب الآية إلى صفه ويدعيها، كل يدعي وصلا بليلى كما قال الشاعر: وليلى لا تقر لهم بذاك، يعني ولكن المحك في ذلك والفيصل على ماذا تعاهد وعلى ماذا
تدعي الثبات والصبر، على ماذا تصر؟ هل تصر على نصرة المظلوم أم على إعانة الظالم؟ هذا هو الفيصل بين من ينزل الآية في مواضعها وبين من يحرفها عن مواضعها. جزاكم الله خير شيخنا. الأخ عبد السلام يقول هل تغسيل الميت شرط من شروط الصلاة عليه، يعني تغسيل الميت؟ هذا قال به بعض العلماء، ولكن يعني والله تعالى أعلم. الأحوط لا سيما في إذا كان المانع اليوم هو الضرورة، هذه ضرورة الوباء وخوف الانتقال، يعني العدوى إذا حذر الأطباء من ذلك وقالوا إذا غسل أو حتى يمم على فرض، يعني هو إن عجزوا عن التغسيل وكان في التيمم إمكانية وعدم وجود هذا الخطر من انتقال الوباء، فعليهم أن ييمموا الميت كالحي إذا عجز عن استعمال الماء ينتقل إلى التيمم. لكن لو فرض أن الأطباء حذروا حتى من مس الجثة أو الاقتراب منها، أو حتى أن التيمم فيه خطر على من سيممه، فإنه يسقط ذلك. ولكن والله تعالى أعلم، الأحوط أن يصلى عليه، لأنه إذا تركت الصلاة، والأمر اجتهادي هو، إذا تركت الصلاة وكانت مشروعة فإننا قد حرمنا هذا الميت من فضل الصلاة ودعاء المصلين عليه. ولكن إذا فعلناها فإن شاء الله يعني إن لم ينتفع بها الميت فلن تضر، يعني لن تضر الحي ولن تضر الميت. ولهذا نقول الأحوط والله تعالى أعلم أن يصلى على الميت إذا عجز عن تغسيله أو تيميمه، يعني بسبب الوباء أو بسبب ظرف آخر، والله تعالى أعلم. شيخنا أنا نسيت، الأخ عيسى عنده سؤال، أسف الأخ عيسى لأنه يتابعني الآن، يقول أفطر في السفر أيام يعني في رمضان الماضي، لكن لا يدري يومين ثلاثة أربعة خمسة، كيف يفعل؟ يعني هو أفطر ونسي عدد الأيام. نعم وكذلك شيخنا. نعم، عليه أن يقضي حتى يتيقن أنه قد غطى أو أتى على الأيام التي أفطرها. لكن إذا كان مصابا بالوسوسة، هناك بعض الناس يوسوس حتى في موضوع القضاء، يقول والله أنا علي ثلاثة أيام ولا أربعة، والله ممكن خمسة ممكن ستة، نجده قد صام ربما عشر أيام. إذا كان الإنسان يعرف أنه مبتلى بهذا الوسواس فيكفيه غلبة الظن، يعني ليس شرطا أن يصل إلى اليقين، يعني ويكفي أنه يغلب على ظنه أنه قد قضى كل الأيام التي عليه، وهذا يكفيه والله تعالى أعلم. جزاكم الله خير شيخنا. الأخ عبد السلام نفسه يقول عند شخص هو عنده سيارة يعني شاحنة أعطاه لواحد يسوق عليها، يبدو مو سيارته، يعني هل يخرج عليها الزكاة أم لا؟ لا، بالنسبة للسيارة لا زكاة على السيارة نفسها، يعني مش مطالب أنه هو يشوف ثمنها كل سنة في السوق كم ويطلع عليه، لا، لأن هذه مثل الفرس في القديم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على المؤمن في يعني في دابته في فرسه صدقة، يعني فليس عليه صدقة، ولكن الغلة التي تدخل منها الأجرة إذا توفر وصلت إلى النصاب، اجتمع منها مبلغ ووصل إلى حد النصاب اللي هو ثمن 85 جرام من الذهب ومر عليها سنة، فإنه يجب عليه أن يزكيها والله تعالى. طيب شيخنا، الأخ عبد السلام يسأل على حديث النبي صلى الله عليه وسلم تذكره له، يعني إذا انتشر الزنا والفواحش في الناس فالله يبتليهم بالأمراض، يعني نعم، هذا يعني الحديث حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا معشر المهاجرين خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن، قال لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا، يعني إذا انتشرت الفاحشة والعياذ بالله الزنا والعلاقات المحرمة وما يؤدي إليه، إذا انتشرت في الناس وحتى يعني أصبحوا لا يستترون بها، هي إذا كانت الفاحشة والعياذ بالله موجودة ولكن صاحبها يستتر بها، هذا يعني ما زال المجتمع فيه خير، فيه ضغط اجتماعي إيجابي، فيه نهي عن المنكر، فيه إنكار للمنكر، حتى أن صاحب المنكر يفعله لكن يفعله في الخفاء، هذا لا يضر المجتمع. ولكن إذا أصبح الأمر سائبا كما يقال، الأمر سائب
وأصبح كل من يريد أن يرتكب الفاحشة يرتكبها على ملأ من الناس ويفتخر بها ويجاهر بها ولا يجد من ينكر عليه. هنا يحق تحق العقوبة على الجميع. ومن العقوبة الدنيوية التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح هو انتشار أمراض لم تكن معروفة من قبل. ونسأل الله السلامة والعافية. الله يحفظكم شيخنا بارك الله فيك. شيخنا عود إلى مساء رمضان. يعني شيخنا بعض الناس لا يسمع التراويح كيف يصليها، وخاصة بعض الناس الذين لا يحفظون القرآن، هل يصلي بالمصحف مع أهل بيته؟ يعني مساجد أظنها مازالت مغلقة، يعني ماذا يفعلون؟ والله إذا كان هذا الأمر بقي، نحن تكلمنا شيخ عبد الباسط كما تكلم سماحة المفتي حفظه الله ودار الإفتاء تكلمت في هذا ووضحت موقفها من الأمر بإغلاق المساجد فقط. لعل في الحلقة الماضية تكلمت أنا على النقطة هذه أو التي قبلها، إلا إذا يعني جاء مجموعة من الأطباء الثقات المستقلين وقالوا حتى صلاة رجلين في المسجد، أنا أتكلم عن صلاة الجمعة بالدرجة الأولى ثم صلاة الجماعة في المساجد، إذا كان حتى تقنينها وتقييدها بشخصين أو ثلاثة في مسجد واحد في المدينة وقالوا إن هذا أيضا قد ينشر الوباء، نقول نعم الكلمة في هذا للأطباء الثقات ليس الذين يمالئون صاحب القرار، لا الذي يمالئ صاحب القرار هذا محل تهمة، إذا كان منتفعا من صاحب القرار أو كان هذا القرار فيه نفع له هذا محل ريبة، حتى لو كان ثقة في نفسه يعني أدنى درجات الثقة هذه لا يعول عليهم، لكن إذا جاء مجموعة من الأطباء الذين يوثق في كلامهم في هذه النقطة وقالوا نعم يا مشايخ رأوا حتى لو فتح مسجد واحد في المدينة، هذا طبعا الإنسان بعقله الآن يستبعده، لكن نقول لو فرض أن قالوا ذلك فنحن نأخذ بكلامهم، لكن الإنسان يترخص يعني يصلي في بيته بما لا يؤدي إلى إنهاء الشعيرة كلها حتى صلاة التراويح يعني، لكن إذا منع الإنسان من ذلك أو لم يستطع أو هو أراد أن يترخص وإن كان غيره سيقيم الشعيرة ويريد أن يصلي في البيت فإن يصلي يعني إما منفردا أو مع أهل بيته، بل إن يعني صلاة النافلة عموما في البيت هذه مقدمة على الصلاة في المساجد، صحيح في التراويح قال علماؤنا يندب إقامتها في المساجد، هو الأصل أنها تقام في المساجد إلا إذا عطلت المساجد بالكامل فهنا ندعو الناس إلى أن يصلوها في المساجد، لكن إذا أقامها ولو قلة قليلة ولا سيما الآن في زمن الوباء يعني ينبغي الحذر، فإذا أقيمت بعدد قليل في المدينة فإن الإنسان يصليها في بيته هذا هو الأفضل له يعني، فيصليها في البيت يعني سواء منفردا أو مع أهل بيته مع زوجته أو مع أولاده وبناته، والله سبحانه وتعالى يكتب الأجر للجميع والله تعالى أعلم. جزاكم الله خير. جزاكم الله خير شيخنا، الله يحفظكم ويبارك فيكم. انتهت الحلقة. شيخ سامي كنت معنا في هذه الساعة عن برنامج إسلام الحياة، نسأل الله أن يبارك في علمكم وفي أعمالكم وفي أعمالكم وأن يرزقكم الصحة والعافية وينفع الله بكم الإسلام والمسلمين. إخوتي أخواتي جئنا لنهاية اللقاء، إلى أن نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى، دعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وفي أمان الله. إسلامنا هداية وقاية منا، إسلامنا حديقة مليئة الأزهار، يجيب كل